الوجدان حاضرة معنا في كل مكان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصتكم وش حكايتكم مع الوجدان، الحصة اللي رانا ندخلوه من خلالها الضيوف إلى بيوتكم طيلة أيام شهر رمضان الكريم بكل أنواع حلويات وتحليات بما طابة ولدة من شوكولا الوجدان. نقول لكم رمضان كريم. رمضان كريم مالك؟ صح رمضانك نديف، واش راك صافا؟ صافا ولا غير الحمد لله؟ الحمد لله يا ربي صافا، نحمد ربي الحمد لله. صافا ريحتي شويه بارابور على البارح نتاعي انا. اليوم راني جيت بكل نشاط وحيويه. هيا خلاص، مالا اليوم لا غوسه تاع اليوم رانا نستناو فيها بفارغ الصبر. مشاهدينا الكرام، في اخر الحصه راح نقيموا كيف كيف مالك اليوم ونشوفوا واش راح دير لنا. الو، واش راح تكون حكايتك اليوم مع الوجدان مالك؟ حكايتي اليوم راح ندير كيك بالتمر والجوز. كيك سهل واللي نوجدوه يعني يعني اليوم خيرتي زوج حاجات، انا من عشاق التمر. التمر والجوز بزاف، والجوز ثاني نحبه بزاف. وشنو بالك نحب البيستاش اكثر من الجوز، مي ميم الجوز كي يتخلط مع التمر يعجبني. الجوز والتمر يمشوا كيف كيف، نحبهم بزاف. بصح خيرتهم مع بعض في هذا الكيك. قبل ما نبدا الوصفه تاعي نجيب قول لي كيفاش راك داير مع هذا رمضان؟ اسكو يغلبك؟ كيفاش راك داير؟ الحمد لله الحمد لله، رانا نصوموا فيه كما يقول لك، ان شاء الله ربي يتقبلوا منا. نورمال راهم يجوزوا الايام كما ساير الايام، صح واحد يتعب في رمضان لكن صيام ما ياثرش حاجه كبيره علينا برك في الارهاق والتعب، سينون لا جورني يجوز نورمال على بالك في نهار خدامين. العشية لو ندخلوا للدار نريحوا شوية مع العائلة، وكما يقول لك نقراو شوية قرآن ومن بعد نفطروا بيان سور، نزيدوا نريحوا شوية. أكيد ترقدي مول الفطور ولا ما ترقديش؟ لا ما نقدرش نرقد أنا مول الفطور. أسكو راك دير تحليات في الدار بالوجدان؟ وي راني ندير تحليات بالوجدان، عاود شحال من تحلية راني أجر فيهم بيان سور. توجور كل ما نكون رايح من الاستوديو ندي معايا دو طابلات تاع شوكولا، خضرا وحدة نوار، خضرا وحدة نوازات خضرا. اني درت برس كامل تحليات دي فوا ميم في الدار يقولوا لي عاود لنا هذاك الديسير اللي درته اليوم ولا هذيك لاغوسيت اللي درتها اليوم عاودها لنا. الوغ راني دائما ما قالوا لكش عاود لنا لاغوسيت اللي درتها مالك؟ لا قالوا لي عاودت ديجا، عاودت يا اخي صورت وبعث لك واش عاودت. دونك اشاك فوا ندير ديسير تاعها نصوره ونعاودو، سورتو الا زعما بدلت دغيساج ولا زدت فيه حاجه ولا نقصت حاجه. بون لا كونكورونس بيناتنا باش نهبلها شويه وتهبلني، سورتو من قبل ما ياذن الفجر وقت السحور. ايه الوغ مالك، نروحوا باش ما نطولوش على مشاهدينا الكرام. لا غوسيت تاعنا اليوم تقدري تقولي لنا المقادير؟ بيان سور. شوف هنا بالنسبه للمقادير انا كيلت بالفنجال. هنا واش عندي فنجال، نفس الفنجال اللي تبيه كلش. هنا عندي فنجال تاع البيض اللي خدا لي زوج حبات، هنا عندي فنجال تاع زيت، فنجال تاع حليب، فنجال تاع سكر، هنا عندي خميره تاع الحلوى، الجوز، فارينا، هنا عندي زوج فناجل فارينا، هنا عندي عطر تاع الكراميل، لافاني، والتمر بيان سور. والتمر بيان سور، التمر. انا راح نستعمل هنايا باتا تارتيني تاع غوتيلا، هذه هي نوازيت نواغ. نوازيت نواغ، داكور. ولا غير فكرتيني مالك، على بالك انا التمر عندي حكايه معاه، شاك فوا نتفكرها قلت اليوم نحكيها لكم. واحد المره كنا فواياج اورغانيزي، رحنا للغردايه، نحييو ناس غردايه وناس الجنوب كامل. نقول لكم صحه رمضانكم. كي لحقنا المارشي اشاك فوا نخرجوا نلقى نوع جديد تاع التمر، نشري باغ اكزومبل كيلو، بعد نقول نزيد كيلو لجداتي، نزيد كيلو لختي، كيلو نخليه في الدار، كيلو نهديه. الوغ شريت من بعد اشاك فوا نوع جديد، اشاك فوا نوع جديد. من بعد زدت الحق ديكوفريت باللي عندهم مام الغرس فيه انواع، زوج انواع ولا ثلاث انواع. الوغ زدت شريت الغرس، من بعد راني سلوكي داني جور كي كنا خارجين من الاوتيل، انا رافد هكذا، بعد لقيت روحي بلي ما قدرتش نرفد. واحد من صحابي قال لي وشنو هذا الباكاج كاع اللي عندك؟ قلت له نورمال، قلت له واش قضيت واش راني داي من كادو واتيتو؟ قال لي عطيني هذا الخفاخ اللي انا نشدو. مسكين هو دار هكذا جست باش يرفدو بلوكا. قال لي حبيت نسقسيك نجيب واش راك داير لداخل؟ قلت له قضيه. قال لي بصح وشنو ثقيل ما قلتش باسكو التمر ثقيل مع الغرس. قلت له طل داخل. قال لي هذا راح تبيعه ولا شنو حدير؟ قلت له لا غير نحكي لك حكايتي. قلت له تالمون نحب التمر نشري. الوغ حتى لقيت روحي جاي كونتيتي تاع التمر. ديجا راك شاركتنا بوصفه بتمر ديجا، يعطيك الصحه جات ما شاء الله. الله يسلمك. الوغ مالك، شوفي باش ما نطولوش على مشاهدينا الكرام، نخليكم تروحوا فاصل نعاودوا نولوا باش نحضروا لو كيك هذاك كيف. او شاف اكدير في الكلاصاج. راك تعرف الكلاصاج يا هذه الوجدان كامل اللي شاف يعرفوها متفقين عليها. بصح انا تا نعرفها. مالا انت فنان. وانتوما وش حكيتكم على الوجدان؟
مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا معكم باش نشوفوا تحضير تاع طريقه تحضير الكيك اللي راح يديره لنا ملك اليوم. واش احنا باش نبداو ملك؟ اعطي لي ريسيبيون. فوالا هاو لك الريسيبيون. انا نجبد هنا فوبي وانا نبدا نقطع لك التمر ياك ملك. بون، هنا واش نديرو؟ نحطو البيض هذاك اللي قلت لكم نستعملو فنجال، اللي جانا زوج حبات بيض. نضيفو الزيت، الحليب، ونزيدو السكر. نرفد هادو. نديرو لك هكذا عشي فريمون صغير مقطع ولا؟ لا لا، حبة قطعها على ثلاثة. نخلطوهم مليح حتى نحسو هذاك السكر دابلنا شويه. نجيب نزيد لنا داك تكمل هذا الجوز، قصره لي غير شويه. دونك التمر نديروه ديريكتومون في لا بريباراسيون. لا بريباراسيون، هنا نزيد كما قلت لكم عدد الكراميل و لافاني. فوالا الوغ درنا البيض الزيت. نذكر مشاهدينا الكرام، البيض الزيت الحليب لافاني وعطر الكراميل والسكر بيان سور. والسكر بيان سور. نضيف لك زيد لي مغرفه تاع باتا تارتيني الوجدان، دير لي مغرفه صغيره. فوالا هكذا، ونبدا نضيف لك التمر. نضيف لك هذا التمر فوالا، ولا حتى ديري الفرينه باش نزيدوه مع رافه. ندير نص الكميه تاع الفرينه نخلطها مع خميره تاع الحلوه، من بعد هذيك ضيف لي التمر والجوز. داكور، هنا الفرينه كنا غربلناها. هذه لا ليفير شيميك؟ وي. نضيفوها؟ ضيف هذه. بالنسبة لا ليفور شيميك استعملنا 10 غرامات. هي ان ساشي. ان ساشي. دوك هنايا نجيب ضيف لي التمر هذاك. فوالا. الجوز هذا نديروه كامل ولا نخلي لك حبات للتزيين؟ خلي لي حبات شابين للتزيين. ثلاثة حبات برك. هذا. ما تقطعوش صغير بزاف باش كي ناكلو نحسو به. والله معليش انا راني قطعته برك هكذا بالموس او قاعد كبير. زيد ديره لي هنا في لو ميلونج تاعي. ملك، هنا في هاد لا روسيت اسكو نقدروا نزيدو شويه قرفه؟ دونك هادي تولي لهم كيما نقولوا كل واحد ولوغو تاعو. اللي يحب القرفه يزيدها. داكور، انا توتفاسون من عشاق القرفه، لو كان انا راني زدت. مادام سقسيتني راك. فوالا. ملك، عندنا مول نديروه فيه ولا نجيب لك مول لاكيك؟ هنايا تفتحت لقاء مول لاكيك. داكور. هاوليك الخليط ديالي، ما يجيش ثقيل وما يجيش خفيف. هذا هو القوام ديالي. داكور، الوغ مالك نديرو لاباط في المول. وي، لو ميلونج تاعي سي بون راهو وجد. نحي هاد الفوي ونستعملو هكذا. دونك لا بريباراسيون تاعنا راهي واجده، نفرغوها ديريكتومون في المول.
مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من جديد باش نشوفوا شكل نهائي تاع الكيك اللي حضرته هنا مالك لنهار اليوم. راهو يبان شهي شباب تزيين تاعو، وذوقا اكيد اكيد مادام فيه شوكولا الوجدان راح يكون بنين. يعطيك صحة مالك. الله يسلمك. برك باش نفكرهم باللي لو كيك تاعنا درناه طاب، من بعد خليناه برد ديمولينا ودرت له تزيين بسيط كما راكم تشوفوا. استعملت شوكولا تاع الوجدان، درت بها تزيين، واستعملت تانيك تمر والجوز باش نعرفوا باللي الداخل فيه تمر والجوز. فوالا كوم غابيل اللي يشوف هكذا يعرف باللي لو كيك هذاك فيه تمر وفيه الجوز. يعطيك الصحة مالك، الله يسلمك على المجهودات المبذولة والإبداعات اللي راكي تبهرينا بها في كل مرة. نقول لك يعطيك الصحة بارك الله فيك، نتلاقاو غدوة إن شاء الله. إن شاء الله بوصفة جديدة. وصفة جديدة. ونقول لكم صحة فطوركم. نتلاقاو غدوة إن شاء الله. صحة فطوركم.